عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد النهار قررت نهضر لكم على لابغاتغي اللي كاينه في صالون دو بروفونس اللي بدات البارح واليوم وغدا غادي تستمر حتى غدا ان شاء الله. هاد لابغاتغي تتكون كل عام السيمانه الاولى ديال سبتمبر كاع المغازان ديال المدينه كيخرجوا السلعه ديالهم اللي بقات لهم في الصوب وتيديروها بواحد الثمن جد مناسب وتيكونوا فرص زوينه. انا غادي نوريكم شنو شريت، المشتريات اللي شريت باش نعطيكم فكره على الاثمنه، وامام طون نوريكم بعض المنتوجات اللي كنستعمل انا دائما واللي تعجبوني اللي يقدر يعجبكم حتى نتوما. غادي نبدا لكم بالمنتوجات اللي خديت من إفغوشي اللي منتوجات كيعجبوني بزاف واللي تقريبا ما كنستغناش عليهم دائما. دونك غادي نبدا هاد لا كريم ديال اليدين، كريم مرطب ديال اليدين، هذا خديته 89 سنتيم، 89 سنتيم. وخديت هذا زيت ديال الدوش، هذا تيرطب وزوين بزاف، هذا خديته بأورو و48 سنتيم. خديت هذا بندوش حتى هو، هذا زوين حتى هو، ريحته زوينه، فيه الريحه ديال اللوز زوينه. هذا خديته بأنورو بأورو واحد. وخديت شنو خديت عاوتاني، خديت هذا مرطب الشفاه، هو مرطب الشفاه وفي نفس الوقت كيستعمل بلوش، هذا تيجي تعطي واحد ليفي ناتوريل، تيجي مزيون بزاف بزاف. خديت هاد السيروم ديال الوجه ولا كريم ديالو هذا هادي خديتها بديزورون وهادي بديزورون. دونك وخديت هاد الحليب، هذا حليب جيل دوش، هاد شامبوان بجوج بيهم كيديروا 5 أورو و90 سنتيم. هاد شامبوان فريمون غزال، انا كنت خرجت لي في شعري واحد القشره بسبب ستريس، كان عندي ستريس بزاف وكانت خرجت لي بحال حساسيه في جلده الراس ديالي، وكان عندي جلده الراس ديالي حمراء بزاف وتياكلني بزاف وخرجت لي واحد القشره في الشعر ديالي. دونك مشيت عند الطبيب عند ديرماتون، خرج لي الدواء، خرج لي واحد التريتمون لي فريمون ما دارت لي حتى شي حاجه. ومشيت عاوتاني عند الطبيب واحد اخر حتى هو نفس المشكل، خرج لي واحد التريتمون قدها قداش اللي غاليه ماشي غومبورسي، كلشي يعني غالي، داك لي شامبوان غاليين وكلشي غالي، مي ما دارت لي حتى شي حاجه. لقيت هاد الشامبوان في إفغوشي، قلت انا نجربو على الله علاش لا. وفريمون من النهار اللي درتو ما بقاش عندي داك الحكه، وما بقاش عندي داك الحموريه، وما بقاش عندي القشره نهائيا. ومنين استعملته وافقني عجبني، وليت ديما كنغسل به شعري، ومن تما الحمد لله ما بقاش عندي المشكل ديال الجلده ديال الراس ديالي. وعندي شريت هذا جيل دوش وشامبوان في نفس الوقت، في واحد الريحه زوينه بزاف بزاف بزاف. هذا خديته بشحال، هذا خديته بجوج الاورو ب75 سنتيم، قلت تقريبا واحد 3 الاورو. هذا راه فيه 400 مليلتر، 400 مليلتر ما واصلش 3 ديال الاورو. وخديت هذا بزيت ارغان والورد، هذا حتى هو تقريبا شي 4 د الاورو، هذا ما وصلش 4 د الاورو. وخديت لا يا ربي، هذا غير بجوج د الاورو ب75، والحليب ديالو هو اللي داير تقريبا 4 د الاورو. اصبر نتاكد لولي وي، الحليب هو اللي داير تقريبا 4 د الاورو. وهذا واحد لو جيل دوش اللي كنحمق عليه، فيه الريحه نتاع المزهر، فيه الريحه نتاع الزهر زوينه بزاف بزاف بزاف. هذا ما تيخطانيش، هذا حتى هو خديته بجوج د الاورو و75 سنتيم. خديت لو جيل دوش وخديت الحليب ديالو،
من بعد الدوش كندير الحليب، هذا الحليب ديال الذات اللي كندهن به الذات ديالي، وكتبقى واحد الريحه زوينه فعلا فعلا. هذا واخا كندير غير لو جيل دوش كتبقى واحد الريحه زوينه في الذات، ولكن منين كنستعمل الحليب كتبقى واحد الريحه غزاله ما نقولكمش. المهم هادو هما المشتريات ديالي اللي شريت من إفراشي، ومنين خديت هادشي عطاوني هادو كادو، عطاوني هادو دي زيشانتيون كادو، وعطاوني هاد لا كريم ايدغاتونت، كريم ايدغاتونت حتى هي عطاوها لي غراتوي. وهادشي خديته من مونوبري، خديت هاد لي كولون ديال دي، هاهم هادو دي كولون متيتسلوش، ها الثمن باش كانوا، ها الثمن باش خديتهم. وهادو عاوتاني تا هما، ها شحال كانوا كيديروها بشحال خديتهم. وهادو حتى هما ها بشحال كانوا كيديروا، ها شحال كانوا كيديروا، وها بشحال خديتهم. وخديت هاد البارفان، خديتو كنديري فيه 50% -50%. وخديت هاد الفيتامين سي، خديت هاد لي باسكيت البناتي من اوكايدي، هاد الثمن بشحال كانوا وبشحال خديتهم. هاد لي باسكيت براتيك بالنسبه للدراري، ما فيهمش هادوك السيور خصهم يبقاو يعقدوهم وتيتحلوا لهم، وهادو هادو فيهم هاد السيور بهاد الطريقه، فريمون براتيك بالنسبه للدراري. خديت هادو من اوركسترا، ها هما هادو، ها الثمن بشحال خديتهم. هادو فريمون الدراري حماقوا عليهم وعجبوهم بزاف بزاف. وخديت من نوسيبي، خديت هادو -50%، اي لو ثوازيام سي غراتوي. وهادو دي مينياتور دو بارفان، انا كيعجبوني لي بارفان وكيعجبوني هادو لي مينياتور، تيعجبني الديكور ديالهم، كنحطهم بحال ديكور عندي في بيتي. وفي نفس الوقت تيعجبوني هكا صغير، هكا زعما لي بارفان صغارين باش هكا ما تيبردوش، لان لي بارفان فاش كيبردو كتبدل الريحه ديالهم وما كيبقاوش يعجبوني. شريت هاد الديكور، هذا شريته بدوزو، فوالا ها هو دا، حطيته فوق الطبيلة ديكوريت بيه، فوالا هذا هو دوزوكو. كانوا هادو هما المشتريات ديالي، بغيت نشارك معكم المشتريات ديالي لحقاش بغيت نوصل واحد المساج للمتتبعين ديالي. كيف ما لاحظتوا هاد المنتوجات اللي وريتكم، يعني حاجة مزيانة وفي نفس الوقت ثمن جد مناسب بزاف. المساج اللي بغيت نوصل هو انه الانسان يقدر يلبس مزيان، يقدر يتهلا في راسه بواحد الثمن اللي مناسب بزاف وفي المتناول. انا ديما كنتسنى هاد لي زوكازيون بحال هكا، لي بغادغي ولا لي سولد، ميم في لي سولد دائما كنتسنى اخر ديال لي سولد، تيكونوا الاثمنه نقصوا بزاف وكيكونوا دايرين 70%، بعض المرات كتوصل حتى 80%، بعض المرات فاش كتبقى لهم داك لا ديرنيير بياس كيديروها بواحد الثمن اللي رخيص بزاف بزاف. انا ديما كنبقى حتى التالي ديال لي سولد باش كناخذ هادوك داك لي زوكازيون اللي مزيانين، وكناخذ بواحد الاثمنه اللي مناسبه بزاف بزاف بزاف. سمحوا لي طولت عليكم بزاف، كنتمنى يعجبكم الفيديو، وإلا عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك، واللي ما ابونيش يابوني. شكرا.